أحيت كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في مدينة الفحيص عيد جميع القديسين في الأردن، حيث ترأس كاهن الرعية الأب عماد طوال قداساً إلهياً بهذه المناسبة بحضور شمامسة وخدام الكنيسة والراهبات وعدد محدود من المؤمنين. وبعد وصول موكب خدمة المائدة المقدسة سجد الكاهن والخدام أمام بيت القربان معلناً البركة الافتتاحية. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس الذي قرأت فيه التطويبات تحدث الأب طوال عن هذا العيد المكرس للاحتفال بجميع القديسين في المملكة، كما ترأس كاهن رعية كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان الأب وسام منصور قداساً احتفالياً بمناسبة عيد جميع القديسين في الأردن، تلك القداسة التي هي أمل كل مسيحي ليلقى به الرجاء في الحياة الأبدية والجديدة، حيث شارك في القداس الذي أقيم بذات الكنيسة ضمن الإجراءات الصحية والسلامة العامة أبناء الرعية الذين رفعوا الصلاة بقلوب خاشعة من أجل الأردن والعالم، مع الدعاء إلى الله أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا الداء. تعالوا إلي جميعا أيها المراقون والمثقلون وأنا أريحكم. هللويا 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 هللويا. والكنيسة في الفترة الأخيرة لاحظت أنها عم تعلن كثير من القديسين اللي عاشوا بناتنا، وآخرهم القديس كارلو. شفنا كيف شاب صغير عايش حياته، بحب الإنترنت، عمل كثير شغلات بسيطة، وبالأخير الكنيسة رفعت صورته لا هو بثوب المناولة ولا بثوب الكهنوت ولا بثوب الرهبنة، وإنما ببدلة الرياضة، حتى تقول لك أنه أنت كمان بظروفك بحياتك بضعفك بخطيتك قادر كمان انك تكون قديس، مش بهمتك ولا بتقواك، وانما بقبولك لنعمة ودعوة القداسة اللي ولدت فيك من العماد وبتكبر فيك بنعم وعطايا ربنا اللي بتاخدها بالأسرار الإلهية، بتكبر معك يوم بعد يوم لحظة بعد لحظة، ولكن القرار الأساسي عندك والقرار الأساسي في حياتك. أنا بدي القداسة، بدي أعيش القداسة أو ما بدي أعيشها، لأنه بالنهاية إذا بدك تكون قديس بدك تحط هذا الشيء مشروع بحياتك. كيف تقول أنا بدي أكون مهندس، بدي أكون طبيب، بدي أكون صيدلي، في هدف بدي أوصل له بحياتك، لازم تحط في قلبك أنا بدي أكون قديس. خلص حطيت الهدف، وكل ما في حياتي وكل ما بأعمالي، مش بالضروري فقط الصلاة، دراستي، أكلي، شربي، تسلايتي، كل ما في حياتي بيقودني إلى هذا الهدف، أنا بدي أكون قديس. انتهى، أنا حددت هدفي وقادر أستخدم الوسائل اللي بتوصلني لإله. خياري واختياري هو اللي بيخليني أنسى ضعفي، أنسى خطاياي، لأنه دائما الشيطان شاطر، كل ما بدك تبلش تحط إيدك على إجرك على الطريق وتبلش بهمة بصير بذكرك، بشدك للماضي. هلأ صرت بدك تصير قديس، نسيت شو عملت، نسيت شو سويت، نسيت الخطايا الماضي تبعتك. لما بشدك للماضي بنسيك هدفك اللي انت ماشي لإله، بينما عمره المسيح ما شدك للماضي. المسيح دائما بنظر وبأخذك للأمام، للص اليمين قال له اليوم تكون معي بالفردوس، ما قال له ليش انت على الصليب ولا ايش سويت بحياتك ولا ليش وصلت لهالمرحلة، قال له اليوم تكون معي بالفردوس، ما رجعوا للماضي.